استاذ علي، اعود لجنابك واسال. البنك المركزي رايح راح الى حظر السحب النقدي للدولار، هذا راح يكلفنا شنو؟ يعني الان البنك المركزي يريد يحظر قضيه السحب النقدي من الـ من الـ من الـ للدولار. انا اعتقد هذه القضيه لها ارتباط بالسياده، يعني اغلب دول العالم الموجوده دائما تتعامل بالعمله الوطنيه، يعني احنا يعني حتى 2003 من الصعب يكون تعامل بالعمله الغير العراقيه، واعتقد يمكن وراء 2003 صار الحديث عن كل التعاملات بالدولار يعني بحكم التغييرات الموجوده. فاغلب دول العالم الاردن مصر ما عدا لبنان هي يعني لأن وضع الليرة اللبنانية تتعامل أحياناً وبتعاملات تجارية في الدولار. طيب. فأعتقد أحد الأسباب الحقيقية هو أول مرة من منطلق السيادة وتعزيز العملة العراقية وإبعاد تأثير التعامل بالدولار والحد من التعامل بالأسعار المتذبذبة. فأنا أعتقد الحكومة العراقية حتى تضبط التعاملات الموجودة في هذا المجال، وأنا أعتقد يمكن الآن من دخلنا المكائن والتعامل مع الأجهزة الخاصة بالصرف، أنا أعتقد هو فتح خطوة إيجابية وموجودة في كل دول العالم. بس أستاذ علي، لا تنسى أنه أنت تعاملاتك كلها بالدولار، سياراتك، عقاراتك، تفاصيلك اللي بالداخل كلها جاي تشتريها بالدولار. يعني ما تقدر الآن أنت تروح تشتري سيارة بالدينار العراقي أو عقار بالدينار العراقي. إيه ما يخالف، أنا أنت من حضرت لي الدولار غير راح أجيبه أني، راح أروح للسوق السوداء. لا يعني أنا أعتقد هو أنا تقديري الإجراء الحكومة العراقية هو في مكانه بصراحة، يجب أن يكون نرفع من شأن مكانة العملة العراقية وما يكون التخزين في الدولار والتلاعب بالدولار، ويكون كل ما يكون التعامل بالدينار العراقي وطرد العملات الأجنبية حتى تتلاعب بالسوق العراقية. أنا أعتقد هو هذا المدخل الصحيح.